نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، حضر معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاحتفال الذي نظمته وزارة الصحة في المبنى الشمالي بمجمع السلمانية الطبي بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء المستشفى. ويأتي الاحتفال باليوبيل الماسي لتشغيل هذا الصرح تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن أسمى آيات الفخر والاعتزاز على ما توليه قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وبإسناد من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، من رعاية بالخدمات الصحية المتميزة والمقدمة إلى المواطنين والمقيمين في مختلف مستوياتها. كما أعرب معاليه عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تكليف معاليه بحضور هذه الاحتفالية نيابة عن سموه، مشيرا إلى أن رعاية سموه لهذه الاحتفالية تجسد مدى اهتمام سموه بدعم القطاع الصحي والنهوض به، وهو ما يؤكد من جهة أخرى مدى التزام البحرين بالأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. وقال معاليه: تحرص الحكومة على أن تضمن جميع برامج عملها في محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية ركنا أساسيا يتعلق بالارتقاء بالخدمات الصحية على نحو يحقق الاستدامة لهذه الخدمات، وذلك يجسد من زاوية أخرى التكامل مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تسعى إلى تحويل البحرين إلى مركز رائد للطب الحديث والرعاية الصحية المتطورة على مستوى المنطقة. وتابع معاليه قائلا: إنه من حسن الطالع أن تتزامن هذه الاحتفالية مع دخول مملكة البحرين إلى مرحلة جديدة من مراحل تنظيم القطاع الصحي، وذلك على إثر مصادقة وإصدار العاهل المفدى قانون الضمان الصحي الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وسط متابعة دؤوبة وحثيثة من قبل المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة. وأوضح معاليه أن الاحتفال يشكل فرصة لاستذكار وتكريم أيادي الخير والبذل والعطاء من البحرين وصناديق تنموية من الدول الشقيقة. كما أضاف معاليه قائلا: يحق لنا أن نفخر بكوادرنا الوطنية الكفأة من أطباء واستشاريين وطواقم تمريض وخبراء في هذه المجالات. شرفني بخالص الفخر والامتنان باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الصحة أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على رعايته الكريمة للاحتفال بمرور 60 عاما من إنشاء مستشفى السلمانية، مقدرين لسموه الكريم خالص العرفان والتقدير على ما نلقاه من دعم ومساندة واهتمام من رعاية للخدمات الصحية في مملكتنا الغالية. معالي نائب راعي الحفل، اليوم ونحن نحتفل بذكرى إنشاء مستشفى السلمانية الطبي، فإننا نستعيد مرحلة هامة من مراحل بناء الدولة الحديثة في مملكة البحرين، وقد وقف للناس رجل دولة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي تسلح بحب بلاده وحب أبناء بلاده ووضع نصب عينيه أن ينهض بمستوى رقي جميع المواطنين وجميع الخدمات التي تتصل بمملكتنا الغالية.
تعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال الصحة، نظراً لما حققته من إنجازات كبيرة طوال نهضتها التنموية، بفضل ما تلقاه من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الوقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الوقر حفظهم الله ورعاه، حيث حظي القطاع الصحي باهتمام بالغ باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة في المجتمعات. ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي أعطت حكومة البحرين اهتماماً أكبر لتحسين الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، حيث شكل بناء مستشفى في منطقة السلمانية الذي بدأت مرحلته الأولى بقسم للولادة وأمراض النساء، واستقبال مرضى مستشفى النعيم من النساء في عام 1958 نواة للخدمات الصحية الأساسية، ومرفقاً تمتد خدماته لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، إلى أن تم افتتاحه كمجمعاً طبي في عام 1978 ليضم الكثير من الأقسام التخصصية، شملت الرعاية الصحية الثانوية وقسم الحوادث والطوارئ الذي يقدم الرعاية الطبية العاجلة لكل المرضى والجرحى، إلى جانب قسم الأشعة والعيادات الخارجية. ومنذ أوائل التسعينيات وفي سبيل تحقيق مبدأ الصحة للجميع، قامت وزارة الصحة بمملكة البحرين بجهود متواصلة لتعزيز المستوى الصحي وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي حاجة الأفراد بمختلف متطلباتهم. من هنا بدأت المرحلة الثالثة لتطوير المستشفى، حيث بدأ في عام 1991 حتى عام 1997 ببناء البرج الجديد، وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، حيث تمت التوسعة بزيادة 400 سرير، وليتحول اسم المستشفى إلى مجمع السلمانية الطبي، والذي أصبح يضم مختلف التخصصات ليتناسب ذلك العدد مع عدد المرضى الذين يستفيدون من خدمات المجمع الطبي وعياداته ذات التخصصات المختلفة. وشكل مجمع السلمانية الطبي حجر الزاوية للنظام الصحي، نظراً لما يحويه من أقسام تخصصية مختلفة مزودة بأجهزة متطورة وكوادر متخصصة. فعلى مدى سنوات أجريت توسعات عديدة على المبنى الرئيس للمجمع، فزاد عدد الأجنحة الطبية وعدد الأسرة، إضافة إلى التوسع الملحوظ في قسم الطوارئ والعيادات التخصصية، لتواصل الحكومة بذلك تقدمها في مجال تطوير الخدمات الصحية ليصل إلى مستويات متقدمة ومنافسة عكسته المؤشرات الصحية الدولية. حققت البحرين قفزات هامة كبيرة نحو الريادة في الخدمات الصحية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، بما يتواكب مع مستجدات العصر ومتغيراته ضمن منظومة الحكومة الموقرة لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية منظمة ومتكاملة عادلة ومستدامة. وفي نهاية الحفل قام معالي الشيخ خالد بن عبد الله بتقديم هدايا تذكارية لعدد من الأفراد والجهات نظير دعمها وإسهاماتها الجليلة في تطوير الخدمات الصحية، وهي صندوق العمل تمكين وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية باتلكو، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وبنك البحرين الوطني،
وبنك البحرين والكويت وشركة يوسف خليل المؤيد ومجموعة علي حسين يتيم وشركة إبراهيم خليل كانو وشركة يوسف بن أحمد كانو والسيدة صفية كانو. ستون عاما على قيام كيان مجمع السلمانية الطبي، ستون ربيعا حوت على لحظات إنجاز لا تنسى، دقائق وساعات، أيام وشهور وسنوات تتابعت لتكون شاهدة على معالم نهضة صحية وضعت البحرين في طليعة الدول الرائدة إقليميا ودوليا المتميزة في توفير العلاج المتطور لمتنوع الأمراض من خلال أحدث الإمكانات والأجهزة الطبية التي تساعد على تشخيص هذه الأمراض وتوفير العلاج المناسب بأسعار معقولة، مقارنة بلغة الأرقام بين أمس المجمع وبين حاضره. كان المستشفى يحوي فقط 200 سرير إلى أن وصل إلى 1200 سرير، فهذه الأعداد بالتأكيد يبين التطور على مدى السنوات. وأيضا في أول ما أنشئ هذا المستشفى لم يكن لدينا أي طبيب أو أي ممرض وممرضة من البحرينيين، وكانوا هم من الجالية البريطانية التي قدمت خدماتها في تلك الفترة، وانتبهت القيادة الرشيدة في تلك الفترة بإنشاء مدرسة للتمريض للبحرينيين والبحرينيات، وفعلا استطعنا الآن أن يكون الكادر الطبي بحريني. 60 عام من الخدمات، 60 عام من التدريب، 60 عام من السمعة الطيبة للمنطقة ولحول العالم أثمرت عامة باستراتيجية من بدايتها كانت استراتيجية للتقلب على الأمراض اللي لها علاقة بالطفولة والأمومة، وأصبح مستشفى من حوالي تقريبا 100 سرير إلى حوالي 1200 سرير الآن. وصلنا بذلك إلى أن يكون عندنا اعتمادية عالمية في هذا المستشفى. هذا المستشفى فيه برامج تدريبية من الكليات الإيرلندية البريطانية والعربية والسعودية، تعقد فيها التدريب على أساس أنه معتمد عالميا لهذه البرامج. أخذنا الاعتماد كذلك الكندي بالدرجة الذهبية في هذا المستشفى، تقديم خدماته في 60 سنة من العطاء، 60 سنة من التدريب، 60 سنة من سمعة عامة طيبة داخلية وخارجية. الحمد لله ما زال هذا المستشفى يعطي ويعطي. في المنأعاد الحاضرين إلى العام 1959 ليستذكروا ويذكرهم بمراحل النشأة الأولى التي رافقت تأسيس مجمع السلمانية الطبي في سنوات خلت، وما شهدته من نقلات نوعية وسرعة في وتائر العمل الحكومي المبرمج الذي ساهم في جعل المجمع هو المستشفى المركزي الشامل في البحرين. هذا المبنى القديم الذي جلسنا فيه اليوم هو أول مبنى كان من أجل أن يكون مستشفى للولادة، ثم بعد ذلك بنينا المستشفى الكبير جدا هذا، وكان بالفعل حدث جديد في كل منطقة الخليج. وأنا أذكر أن بعض الإخوان في بعض بلدان الخليج ولا أريد أن أذكرها كانوا يقولون الذين يبنون لهم نريد مستشفى مثل السلمانية تماما بنفس تفصيله وتركيبه وتقسيماته، وهذا يعطيك فكرة أن البحرين كانت في مقدمة، يعني بدون مبالغة، وما زالت إن شاء الله في مقدمة الدول في الوضع الصحي.
مجمع علاجي بات مرفقا طبيا تتعدد فيه الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وطاقات خبيرة متمكنة يعتمد عليها في معالجة مختلف الأدواء، ليتشكل ذلك الإطار الواسع الرامي إلى تعزيز الصحة العامة بشكل مستدام وتقديم أرقى سبل الرعاية الصحية الأولية والثانوية وطرح أفضل الأدوات الطبية للمواطن والمقيم على حد سواء. صرح طبي شكل انطلاقة حقيقية للقطاع الصحي في المملكة، فهو من اجتاز مرحلة الفكرة إلى واقع حسي ملموس تجسد في بناء شامخ يحوي كوادر وطنية مؤهلة ذات خبرة وأجهزة طبية بمواصفات عالمية لا يستعصي عليها معالجة العليل والنيل من علته. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.